هذا الفيديو موجه لكل واحد ووحدة ما حققوا حلمهم بالمعدل اللي يريدونه بهاي الامتحانات اللي صارت مال السادس الإعدادي. إذا أنت وأنتي واحدة من وحدة واحد من عندهم، شوفوا هذا الفيديو. أهلا وسهلا بيك وبيتش، أنا اسمي مهدي، طبيب عراقي عايش بألمانيا، وبهاي القناة أشارك أشياء وأفكار مختلفة، المواضيع مختلفة. وبالأيام الفاتت وصلتني رسائل بصراحة مفزعة محزنة من شباب وشابات بعمر الورود، دي يكتبوا لي في هذه الأشياء يعني فظيعة. أني ما حققت حلمي وحياتي انتهت، أني أتمنى الله يأخذني. ويعني من الناس يعني محققين معدلات يعني 98 و97 و96، ويعني ناس ناجحين ما دا يشوفون كل اللي سووا، ما دا يشوفون عمق الإنجاز، لأن هو مو كل واحد يعني طلع، يعني مو كل واحد مفروض ينجح بالمدرسة، وخصوصا بالنظام المدرسي التعبان مالتنا أصلا يعني. وبالرغم من ذلك أكو كمية جدا ضخمة حاطين جهد جدا عظيم وواصلين إلى نتائج رائعة. يعني بالنسبة لي حتى إذا أنت مطلع 51 وهذه النتيجة بالمقارنة إلى نتائجك السابقة أفضل، فأنت سويت شيء عظيم. بس أنت أنا مو من مشجعين التفكير الإيجابي، وإذا أنت جاي هنا تدور من عندي يعني حكي إيجابي وما أدري شنو، وأقول لك إيه وأرضى بقسمة رب العالمين وهذا ما أعرف شنو، فأحسن شيء سد الفيديو وتعوفه. مو هذا الحكي اللي أنا راح أحكي بهذا الفيديو، مو هذا النوع من الحكي اللي أنا همين أؤمن بي. أنا إنسان واقعي وأؤمن بالتفكير الواقعي، ما أؤمن بالتفكير الإيجابي وبهاي اللغاوي. التفكير الإيجابي أنه يعني أنت جايك هسه مثلا يعني أنت تريد في شيء معين وهسه حصلت ما حصلت المعدل اللي تريده. التفكير الإيجابي يعني فكر إيجابي، تخيل يعني يجيني المعدل، ماكو شيء خربطة، ماكو شيء حكي. أنا بالنسبة لي ما أؤمن بهذا الحكي المخربط. أنا أؤمن بالتفكير الواقعي، أنه تقعد أول شيء تفتح المشكلة وتفسخها وتباوع عليها، وبعدين تتعامل ويا النتيجة اللي هسه موجودة وتاخذ أفضل قرار للمستقبل. لأن احنا في لحظة هسه معينة قد تكون لحظة تاريخية لبعض الشباب والشابات تحدد مستقبلهم، قد نكون، بس الأغلبية بالغالب هي مو لحظة تاريخية. هذا لأن الحقيقة هي ايش تقول والإحصاءات ايش تقول، لأن هواي ناس، نسبة كبيرة من الناس يغيرون بعدين كل شيء سووه بهاي الفترة، لأن يعني هو أنت بعمر صانهم يعني بعمر 17-18 سنة، شنو معرفتك عن الحياة؟ وخصوصا إذا أنت مثلا شاب أو شاب بالعراق، وأنت يعني لحد هذا العمر أنت ما طالع من البيت، وأنت ما طالع من البيت، أنت ما شايف أي شيء يعني خارج البيت. نرجع أسأل موضوع المعدل، خلينا نبدي بالناس اللي يريدون معدلات معينة. شنو سبب معدلات معينة؟ خصوصا المجموعة القريبة على قلبي، مجموعة اللي يريدون الطبية، شنو السبب؟ وانت ليش تريد الطبية؟ اكيد اكو قسمين، اكو قسم عنده ولع بهذا الموضوع ويحلم، هو مثل انا زوجتي تحلم من طفولتها تصير طبيبة، من هي طفلة تلعب هاي اللعبة وتريد تسويها، فهي مجموعة. اذا انت واحد من هاي المجموعة ما حصلت شيء اللي تريده، فانا من وجهة نظري انه دور على الاحتمالات اللي تساعدك تحصل الشيء اللي تريده، لان يعني هذا الشيء اللي انت تحبه. بس اذا انت مو من هاي المجموعة، وإنما أنت من مجموعة ثانية دفعوها كل اللي داير مدايرها إنه تفكر بهذا الاتجاه، على أساس شنو؟ على أساس إنه يعني المجموعة الطبية، الكليات الطبية مضمون مستقبلها. أوكي، خلني نجي نشوف هاي الحكاية مال مضمون مستقبلها يعني شنو معناتها. غالبا معنى هاي الحكاية مال مضمون مستقبلها بيها فلوس، بس احنا ما نشتغل، احنا ما نريد فلوس، احنا ما جايين على الفلوس، لا لا لا، يعني فلوس احنا ما نريد. شنو معنى العتي هاي الحكايه مال مضمون مستقبلها؟ شنو يعني مضمون مستقبلها؟ يعني شنو؟ اشرح لي اياها. اذا عندك يعني معنى ثاني الكلمه مضمون مستقبلها، اتمنى تكتب لي اياها بالتعليقات وصححني اذا انا غلطان. طيب شنو معنى هاي المضمون مستقبلها؟ مثل ما قلنا معناتها وظيفه، معناتها فلوس. طبعا هذا التفكير مين جاي؟ هذا التفكير برأيي يعني جاي
من فترة السبعينات ثمانينات التسعينات العراقية اللي كانت الطريق الوحيد هو وظيفة، واللي ما عنده وظيفة يضيع، لأن القطاع الخاص مكبوت تماما من حكومة اشتراكية ما عاد يعني مسيطرة تماما على كل الأبواب وما تسمح لأي باب جديد. في هاي الفترة كانوا الأطباء ناجحين. باعتقادي أني الماضي هو مو ضمان للمستقبل، والمستقبل يتجه اتجاهات جديدة. معظم دول الناس اللي دي ينطون هاي الاقتراحات ما عندهم أي معلومة عنها. راح نحكي هسه عن هاي الاتجاهات الجديدة، بس خلينا نرجع لهذا الموضوع، لأن هذا أرد يعني مرة أريد أفكك لهذا الموضوع. لأن باعتقادي أني همي أنا ما كنت مفتهم مين جاي هاي الأسطورة مال إنه يعني إذا تريد تصير غني ومطمئن على مستقبلك تروح تصير طبيب. الموضوع له علاقة بالثمانينات والتسعينات القرن الماضي بالعراق. الثمانينات حرب، التسعينات حصار. الأطباء كانوا فئة يعني ماشي حالها ماديا، في حين الناس الباقين خصوصا بالتسعينات مدمرين. شنو السبب؟ السبب انه انت يعني في حالة حصار والوضعية كلش تعبانة وماكو اي استثمار باي مكان. معظم الاشياء يعني توقفت، بس منو اللي يتوقف؟ صحة ما تتوقف، الناس تصرف. بس اكو سؤال هنا يطرح نفسه، اتمنى لو تعرف احد من الاطباء اللي عاصروا ذيك الفترة تسأله. والسؤال يقول، هم الاطباء كانت امورهم احسن لان رواتبهم كانت اكثر من الباقيين. من انهارت العمله العراقيه منتصف التسعينات، الاطباء كانوا يسلمون بالدولار والباقيين بالدينار. لو السبب يكمن في مكان اخر، وبرايي اني المكان الاخر هو الشيء اللي يعني معظم الناس ما يودوك تفكر بيه، اصلا هم ما فاهمينه. سبب العلاقه بانه معظم الاطباء بالعراق مو بقرار شخصي وإنما بحكم النظام اللي هم بي لازم يفتحون عيادة. والعيادة هي شنو؟ العيادة هي مشروع عمل شخصي، بزنس شخصي مالتي، أني أشتغل بي، أني أرتب بي، أني أحط وقتي، وكل ما أحط وقتي وأخدم الناس أكثر كل ما يجوني ناس أكثر. وهذا هو مصدر رزق وايم الأطباء، مصدر نجاحهم بعدين، هو إنه هم مو أطباء، يعني هم دارسين الطب، بس أيضا هم رجال أعمال ناجحين. وهذا الشيء مو يعني مسبة أو كلمة مو حلوة، هم ناجحين أذكياء، الناس هي اللي تجي عليهم. هم ما راحوا دقوا باب أحد وقالوا لنطينا فلوس، هم قاعد يفتحوا لك بزنس يعني مضبوط، أنت جاي تجي وتحافظ على أهم شيء تملكه صحتك يمهم وتدفع لهم. هو هذا البزنس، البزنس انه انت تفتح في شيء الناس تجي هي تنطيك الفلوس، لان هي اللي انت تعطيهم اياه اثمن عندهم من الفلوس. هذا هو سبب غنى الاطباء في فترة التسعينات من وجهة نظري. مرة ثانية، وجهة نظر شخصية، ماكو غير شيء بهاي القناة، ماكو حقيقة مطلقة، اكو حقيقتي وجهة نظري. الموضوع بس كلي تتغير، انت ما عايش بنفس الدولة الاشتراكية اليوم. اشتراكية يعني شنو بالنسبة للشباب اللي يعني ما يعرفون هذا الهمين الفكرة؟ اشتراكية يعني الدولة تملك كل شيء. بالعراق على مدى نصف قرن الماضي من الخمسينات كانت الدولة تملك كل شيء، وهي توظف، هي توظفك، هي يعني تملك مصيرك. ماكو يعني شيء اسمه واحد هو يسوي، اللي يسوي يعني ما ينجح، كلش الموضوع صعب، بس هي الدولة تدعمك. بس هذا الموضوع كان ناجح في وقت كان عدد الشعب هو نصف العدد الحالي أو أقل بموارد هائلة، فكانت الدولة قادرة على أن تقوم بهذا الشيء. اليوم الدولة ما قادرة على أن تقوم بهذا الشيء، لأن هي ما تملك البنى التحتية واللي تقدر بيها تساعد هاي الكمية من الناس، ما راح تقدر، انتهى. والاتجاه تغير بعد 2003، وهذا هو من وجهة نظري سبب الحرب الحقيقي، هو أن يطلعون العراق من هاي العزلة الاقتصادية ويحطوه في مكان يدخل باقي العالم اقتصاديا، حتى العالم يستفاد منك وانت تستفاد من العالم. وهذا الاتجاه اللي انت اليوم تشوفه، والدليل هو البزنسز اللي تكبر بطريقة مخيفة بالعراق، مثلا المولات، مثلا العيادات، مثلا المطاعم،
هواية أشياء تشتغل يعني تحديدا هي في مكان الخدمة اليوم، بس أمي أنا أكو أشياء في مكانات ثانية صناعية تبدي تتطور صناعية وزراعية، بس على كل حال هي بزنسز أعمال صغيرة تتطور وتكبر شوية شوية، لأن هي تملك قدرة هواية أكبر من الدولة على حل مشاكل موجودة. واحد منها مثلا لي أنا وأنت جزء أنت مستفاد من عنده، لا أنت جايب المطار، هي هاي الشركات ما تكسي المطار، شركات تدفع لها أنت فلوس أنت الممنون يوصلك وين متري، مثلا فايكينج برجر، مثلا سينما العراقية، يعني الأمثلة كلش هواية على small businesses، يعني أعمال صغيرة تكبر شوية شوية وتسوي لها بكل مكان فروع وتكبر وتنتشر. ومثل ما الأطباء نجحوا بذاك الوقت، هذول الناس راح ينجحون راح يصيرون أكثر ثروة في هذا الوقت من الأطباء. الأطباء ما يقدرون يضعفون نفسهم، أنت واحد طبيب ما تقدر تضعف نفسك. أكو شيء ثاني هم يعني هواي ناس من اللي يدفعوك باتجاه الطب لأن هم يعني يحلمون بي، أو هم مثلا يرجعون في أو يعني حياتهم إلى وقت التسعينات كانوا عايشين بي في ظروف جدا صعبة، بس أكو كان طبيب يعرفون أموره زينة فيبدوك أنت مصير مثله حتى يعني يحبونك وهذه يتمنوا لك الخير. هواي من دول الناس ما يعرفون أنه يعني أكو إحصائيات عالمية، أرقام ودراسات تقول أنه 50 إلى 60 مليون أطباء بالعالم يعانون من الاكتئاب، عايشين حياة تعيسة. هذا نحكي عن إحصائيات عالمية، إحنا في دول مثل أمريكا وأستراليا وألمانيا دول مرتاحة الطبيب بها مرتاح، مو مثل بالعراق. الإحصائيات هم تقول أنه ثلث من الأطباء مدمنين على أدوية على الكحول أشياء مختلفة ما يدرون بها هذول الناس. طبعا لان انت اذا تروح تسوي في شيء انت ما تحبه بس على مود الفلوس وبس على مود ترضي شخص، هو انت يجوز بعدين تفوت مثلا كلية الطب ثاني ثالث سنة ويموت مثلا هذا الشخص من عائلتك اللي كان جدا مصر انه انت تصير طبيب او انت تصيرين طبيبة، مات بعدين باقي العمر 21 سنة عمرك، الباقي تبقى تشتغل انت في شيء انت تكره. اذا انت تحبه مرة ثانية، اذا يعني قلنا ضد عني هذا الشيء، اذا اقول انه اذا انت تحبه فهذا احسن شيء تسوي، بس اذا انت تكرهه وهسه من المعدل يعني مو تكرهه، خلينا نقول انت مو يعني مولع بي وما اجاك هذا المعدل، فهذه فرصة كلش حلوة. وخلينا نحكي مرة ثانية عن الـ ليش هذه فرصة كلش حلوة من وجهة نظري. الحال على ما هو عليه، انت قبلته وان ما تقبلته اكو فد معدل معين، يا اما انت تريد تعيد لان انت تريد تكون افضل، هذا قرار شخصي، بس حتى اذا تريد تعيد افهم الخيارات مالتك وافهمي الخيارات مالتك. احنا نحكي هسه عن دولة تتجه اتجاه رأس مال، يعني شنو يعني اتجاه اعمال صغيرة تصير تكبر، شركات راح تملك كل شيء من وجهة نظري. انتم مو بعيدين همينا عن المرحلة اللي راح يكون بيها الكهرباء والمي حالها من حال الموبايل. طيب هاي الشركات محتاجة اطباء؟ محتاجة اطباء اسنان؟ محتاجة صيادلة؟ لا ما محتاجة دولة كلهم. هاي الشركات محتاجة ناس تشتغل بعدد جدا يعني لا نهاية له من الوظائف، تحتاج وقت طبعا لان تفتح هاي الوظائف، بس هو هذا المستقبل. وانتم امين مخلصين سادس بعد لكم 4 سنين لما تكملون، هذه اول نقطة. فمن افكر هسه بهذا المعدل افكر باتجاه هو او سؤال هو شون اقدر اساعد الناس، بانه انا افكر اوكي المستقبل وين راح يكون وشنو الاختصاصات اللي ممكن تفيد. من هاي الاختصاصات مثلا اليوم هي الاي تي الى المستقبل يا ناس، لازم اكو فد شغله همين ثانيه اذكرها. احنا العراق ومتاخر على اقل تقدير 10 سنوات عن المانيا، المانيا متاخره على الاقل سنه عن امريكا. يعني شنو من احكي عن هذا الشيء؟ معناته يعني في امريكا تبدي اشياء اليوم، هذه الاشياء تدخل المانيا بعد سنه، هذه الاشياء تدخل العراق بعد يعني تقريبا 10 سنين خلينا نقول. فاني دا احكي سياك شلون من المستقبل، انت وقاعد هناك وانت وقاعد هناك، بس أنا بدي أحكي من الماضي بالنسبة لأمريكا.
احنا اليوم في اوروبا نتجه اتجاه كامل للديجيتاليزيشن، اتجاه كامل لانه كل شيء صار الكتروني. يعني الشركات، المستشفيات، كل مكانات العمل تتوسل على واحد اي تي، يتوسلون بوسون ايدك. خصوصا الناس اللي سباع، اللي مو بس جايبين شهاده مع الورق، وانما فعلا مبرمجين ومشتغلين ويعرفون، يعني عمليين، ناس عمليين. هذول الناس يعني تحتاجهم كل دول اوروبا وامريكا وكل مكان في العالم باتجاه. احنا باعتقادي يعني همينه من اللي احنا نشوفه بالمانيا، حتى الدول الباقيه هم راح تضطر تفتح حدودها دول الكفاءات، لان مين يجيب الناس؟ مين يجيب الناس يشغلون كل هذه الاشياء الهائله اللي تتحول الى الكترونيه؟ المحلات، الدوائر، كل شيء يصير الكتروني يا عمي. الاي تي المستقبل، حتى في بلد مثل العراق الاي تي هو المستقبل. شوف التطبيقات، شوف التطبيقات اللي تجيكم، شوف المتاجر الالكترونيه اللي تنفتح، شوف المنصات، هاي كلها من يشغلها؟ من وين وجهه نظرك هاي يشغلها؟ فنرجع للنقطه، انت عندك فد معدل معين حصلته هسه، فكر بسؤالين. اول سؤال هو شلون اقدر اساعد الناس بالتفكير بالمستقبل مو بالماضي، ماضي راح وانتهى. والنقطه الثانيه هي اني شنو اللي يعني أملك؟ يعني اكو ناس مثلا تيجي تروح طيب وهو يخاف من الدم، ما يحب الدم، يعني شلون؟ او مثلا هسه انا قلت اي تي فانت تاثرت تروح بالاي تي، بس هو انت يفهم بالحاسبه ما عندك، انت يعني بالموبايل ما تعرف دي. هو ماكو شيء، لا مو هيك، مو هيك. فالشيء يخدم الناس وإلى علاقة بمواهبك أنت في داخلك، وأنت في داخلك مواهب وأشياء أنتو تهتمولها، هي هاي الأشياء تجمعهن وتروح تدخل أي كلية تعجبك، والمستقبل ما إلى نهاية. بس إذا أنت راح تقولي لا أنت ما تعرف وأنت ما تفتهم والوضع بالعراق ما أعرف إيش وماكو توظيف وهذه، لو بس نعرف هاي السالفة مال التوظيف الله يفتح علينا، ماكو بعد ما راح يصير توظيف. أكو فد نقطة همينة، يعني أعتقد هواي بالعراق يعني عايشين في كذبة ضخمة. العراق في فترة ليست بالبعيدة بسبب هبوط سعر النفط أخذ قروض من البنك الدولي، وهذه القروض كانت الشروط عليها مو بس نسبة، الشروط كانت عليها إنه البلد يقلل من عدد الموظفين بالقطاع العام. يعني شنو موظفين بالقطاع العام؟ يعني موظفين بشركات الدولة، وهذا الشيء وافقت عليه الحكومة العراقية، هذا ما حد يحكي بيه طبعا. والحكومة العراقية ملزمة أنه هي تقلل القطاع العام، بس هم ما يعرفون شلون يسوون هسه هذا الشيء، يعني ضغط وهاي وكل الناس تريد توظيف، مش ماكو توظيف، انسى التوظيف. لعد هي أمريكا صرفت مليارات دولارات واحتلت العراق حتى يعني يرجع هو مثل قبل، الحكومة تحكم كل شيء، ماكو حد شيء. أنت تتجه إلى اتجاه مال شركات حتى البلد ينفتح للشركات الداخلية والخارجية، وبالتالي يعني الفترة المقبلة هي يعني الحكومة متأخرة في سن القوانين اللي تساعد هذا القطاع ينمو ويكبر حال كل الدول العالمية اللي براسها حظ، لأن الدول الباقية اللي ما براسها حظ فشلت. أغلب الدول اللي يعني تتجه غير تجاه وما بيها شركات وما بيها بزنسز وما بيها أعمال تفشل للأسف، هاي الحقيقة. مرة ثانية رأي شخصي، جوزاني غلطان، براحتك أنت، بس طلع لنا واحدة من هاي الدول الناجحة وشاركها ويانا إذا أنت تعرف واحدة دولة ناجحة بالتعليقات، أنا جدا أكون ممنون إذا تعلمني. جوز أنا في الشيء ما أعرفه، بس معظم الدول اللي اليوم الناس مثلا تهاجر لها هي دول من نظام مشابه. أمريكا والناس ما تشتغل كلها بالدولة، ألمانيا الناس ما تشتغل بالدولة، أستراليا الناس ما تشتغل بالدولة، إنجلترا الناس ما تشتغل بالدولة، الناس تشتغل في شركات مستقلة ما لها علاقة بالدولة. هذا هو الاتجاه. او فوق من هذا الاتجاه راح تقول لي الدنيا سودة وانا ما احصل كلها واسطات وانت كل شيء ما تفتهم. اي انا كل شيء ما افتهم بالعراق، عندك حق، اتفق وياكم. بس انا ومهندس حسام من قناة النجاح قرار وليس صدفة لنحكي وياكم ودنصيح ودنقول انه اكو فرصة ذهبية ذهبية ماسية، سميها شو تريد، في المانيا الاف الوظائف، ومع ذلك اكو ناس يعني ما يصدقون، يكتبوا لي هم يقول لي يعني ما دا اصدق ما اعرف ايش. بس انا بحثت ودزيت، واول ما دزيت رساله قالوا لي تعال نسوي لك مقابله عمل لك يابا الاف الوظائف. اذا ما صدقني اكو فد موقع اسمه ستيب ستون،
أو موقع ثاني اسمه Indeed، روح ادخل عليه واستخدم الترجمة مع جوجل حتى أنت ما تفهم ألماني، واكتب الوظيفة اللي تعجبك وشوف إيش قد يطلع لك عليها. بس وظائف ما المستقبل، أرجع وأقول IT، ماركتينج، هندسة. الهندسة عمي، الهندسة المهندسين طريقهم هواية أسهل من الأطباء في ألمانيا. الطبيب يحتاج لسنتين أو ثلاث سنين لين يعادل شهادته في ألمانيا، سنتين أو ثلاث سنين ضايع من عمرك. المهندس يدز شهادته قبل يجي عادلها، ينزل يتعلم يروح يشتغل قبل في شركة عالمية. أنتوا جايين كمين سادس يعني، مو أنت هناك، أنا هم كنت هناك ما كنت أتخيل الوضع هنا في ألمانيا. هواية ناس عايشين هنا وعندهم أنواع الفرص بس ما يكملون. شباب يعني جيل الشاب الألماني ما يكمل، ما يروح السادس، ما يدور معدل، ما يدرس كلية، لأن أكو فرص هواية أسهل. فهواية شباب يروحون من عمر 16 سنة فشي يسمونه تدريب مهني، لأن بعمر 21 سنة هو يكمل يستقل ماديا، يروح يشتغل، هاي الفلوس تكفي، ما يحتاج يدرس كلية 4 سنين. فهواية ناس أصلا ما تكمل سادس. فانت وانتي من مكملين سادس هذا فتشي رائع عمي، هذا فتشي خبل. اذا تحطوا لي عليهم بكالوريوس هذا فتشي بعد 4، واذا استخدمت هاي 4 سنين حتى تتعلم لغة ألمانية تحصل شهادة B1 B1، واستخدمتها انه انت ما تقعد تباوع يعني المسلسلات الفلانية والشغلات التعبانة وتدخن نرجيلة بالقهاوي، وانما تقعد تتعلم اشياء مفيدة. احنا اليوم بنشارك وياك اشياء يعني مفيدة بالسوق العمل العالمي. احنا مو العراق اليوم مو في حالة حصار، انت بامكانك تطلع الحصار، مجرد حصار في عقلك. انت بامكانك تطلع، يومية دي يجون الشباب العراقيين، يومية دي يجون الشباب العراقيين هنا ودي يشتغلون ودي يبدعون، تبدعون لان الناس تعبانة على نفسها. يعني صحيح احنا يعني بعيدين عن العالم، في يعني لازم يكون واحد يعني منصف، احنا بعيدين عن العالم من ناحيه التكنولوجيا والتطور، بس احنا يعني نذب نفسنا، نذب نفسنا نشتغل. انا اشتغلت ويا انواع اشكال الجنسيات، ما شفت مثل العراقي واحد يذب نفسه، يذب نفسه بالشغل كاتلين روحنا من الصبح لليل ندق مثل المكاين، لان نريد نخلق فشي، نريد نصنع فشي حتى وان كنا احنا مو بالعراق. وهاي الفرصه ذهبيه باللحظه الحاليه، ايا كان المعدل اللي انت طلعتيه وانت طلعته، روحوا واختاروا بي الاتجاه الصحيح وكملوا هاي الشهادة، واستفادوا لي من العطلة الصيفية، استفادوا لي من الوقت الزايد، تعلموا بي لغة حتى إذا مو ألماني، حتى تعلم إنجليزية، وتعلم اليوم المواقع ما لها نهاية اللي تتعلم بيها كل شيء، تتعلم بيها communication skills، تتعلم بيها leadership، خلنا نحكي بالعربي، تتعلم بيها طرق تواصل، تتعلم بيها مهارات القيادة. هاي الأشياء هواي أهم من شهادة ورقة أنت جايبها. هاي الورق كانت قبل مهمة. إذا ما تعرفون همي، أنا فد شخصية كلش مهمة كان يشتغل فيسبوك، بس هسه بطل، مهندس مرتضى التميمي على الفيسبوك، على الفيسبوك لا، مرتضى تلقوه بالإنستغرام وباليوتيوب. حكي أكثر من مرة عن هذا الموضوع على أنه أهم شيء تريد الشركات العالمية مثلا جوجل، فيسبوك، أبل، هو مهارة حل المشاكل. اليوتيوب متروس، متروس ناس ناجحين واصلين في كل المجالات يعلمونك شتري، واحنا واقفين وياك دا نساعدك ودا نساعدش ودا نعلمكم ودا نفتح لكم ابواب، لان انتو، لان انا يعني هم احس انت يعني دا تحسون بالحرقة اللي بداخلي من واحد ووحدة تقول لي انا مطلعة معدل 98 ويا ريت الله يالله ياخذني. يعني العقل انت هذا اللي شايلته مخيف، مخيف. ممكن تسوي اشياء عظيمه وبعدين تقول لي هذا الحكي، والله شنو اللي اندار من دايرج معاجبهم يا يعني بتخلي يطيرون، خلي يطيرون. الحياه يعني قدامكم بيها فرص كارثيه، بس انا ممكن هناك محصور، هاي ما اعرف افكر، يعني ما اعرف احس نفسي يعني انه انا يعني لا شيء. المحيط يعطيك فكره انه انت لا شيء، بس انت شيء عظيم وانتي شيء عظيم اذا وصلتوا لهاي المرحله. وبالقليل من التركيز والتعلم، تعلم توصلون كل شيء احنا وصلنا له، هم اني وهم حسام وهم اي واحد اليوم دي يشارك وياكم تجاربه من العراقيين اللي بالخارج. لان انا معتقدي هو هذا امشي، انت وانتي كملوا،
تعلموا بهاي الفتره والفرص مفتوحه. اليوم انا عرفت طبيب عراقي فاجئني ذاك يوم التقيت بي، هذا رايح الامريكا، رايح المانيا، رايح الاسطنبول، ولد مو غني من يعني عائله يعني متوسطه الحال، بس تعلم شلون يقدم، شلون يتواصل ويا العالم، شلون يحكي. تعلم الفرص لا نهائيه. هذا المعدل هيك ترى، هاي خشمريات، هاي حكي مال جيل الستينات سبعينات ثمانينات، ناس ما يدرون، ما سامعين بالذكاء الاصطناعي، ما يعرفون العالم شلون دا يتغير. العالم يوم دا يتغير تماما، لان الذكاء الاصطناعي دا يشبه حاليا بالثوره الصناعيه اللي محقت آلاف الوظائف اللي كانت قبلها. هذا تاريخ، واحد يروح يقرأ، آلاف الوظائف محقتها الثورة الصناعية من جدي. وهذا هو اللي على وشك، يعني احنا هذا هواية حكيك عن الموضوع، انه بالخمسة عشر سنين جاي احنا ما نعرف شنو هي الوظائف اللي راح تنمحق تماما من الوجود، يعني اكو فد كمبيوتر ماشين راح يسويه. فخلي نركز وما نخلي نفسنا من هذا الحكي مع الناس اللي ما تدري شنو السالفه نشتت. خلي نركز، خلي نكون واقعيين، ناخذ قرارات ونبدي هسه نشتغل، نبدي نتعلم، نبدي نستفاد من وقتنا، ما نضيع وقتنا بالام بي سي 2 وما اعرف ايش، باو هاي المسلسل وديك المسلسل وبعد مسلسل لخي فوقها وبعد فيديوين مال تيك توك وبعد ثلاث فيديوهات مال انستغرام، وخلي شوي نباوع وجينا للنوم، خلي ننام ونبعث ثاني يوم الصبح وطار العمر هيجي. شدوا لها حبايبي، كل اللي عبروا هذا انجاز عظيم، لا تخلون اي واحد يقول لكم غير شيء، وكل واحد طلع اي معدل من 50 إلى 100 هذا انجاز عظيم. الحياة قدامك وقدامك جدا كبيرة، وإذا اليوم تأخذ قرار أنه أنت وإنتي تريدون توصلون إلى مكان معين وراح تشتغلون عليه وراح تذبون جهدكم وفعلا تركزون بالفترة الجاية راح توصلون لهذا المكان. قابل إحنا منه؟ قابل أنا منه؟ مين جاي يعني؟ شنو فرقي عنك وعنك؟ حتى اليوم أقعد هنا بألمانيا وأحكي لك هذا الحكي، ماكو فرق بيناتنا ترى. الفرص كبيرة، الفترة تاريخية، شدوا حيلكم وإحنا وياكم، وكل التوفيق أتمنى لك وأتمنى لك. سوري هذا الفيديو كان شوي يعني عاطفي، بس يعني أنا ما قدرت ما أسوي فيديو وما قدرت ما أكون عاطفي، لأن يعني قلبي محروق على هواية ناس يعني أبطال. بس باعتقادي أنتوا افتهمتوا اللي أنا دا أقوله، لأن أنا أؤمن بذكائكم، جيل جدا ذكي هذا، وباعتقادي سوى راح نقدر نغير هواي أشياء، لأن إحنا مقبلين على فترة هواي من الشباب والشابات راح يطلعون للعالم وراح ينجحون في شتى شركات العالمية، عراقيين وعراقيات، وراح يرجعون يغيرون هواي أشياء في بلدهم تساعد الناس اللي ما تقدر تسوي هذا الشيء، واللي للأسف يعني محبوسة في دوامة من الألم والمعاناة. إن شاء الله نشهد إحنا هذا الشيء، مو لأن أكو حكومة تغير، مو لأن راح يجي فارس أحلام من القمر يساعدنا، ولكن لأن إحنا إيد بإيد بإمكانياتنا، بتفكيرنا، بتركيزنا، بشغلنا، بمثابرتنا، راح نحصل هذا الشيء. يلا أتمنى أنه ما طولت عليكم، وأتمنى لكم يوم سعيد على كل حال. مع السلامة.